فماذا سيحدث؟ معركة السايز تحسم من المنتصر فيها. لا يهم، انظري إلى قوتي، أنا أقوى منك بكثير. تلك القوة أمامك عمل صعب. القوة نفسها عادت إليه تلك القوة. هذا غريب جدا، لا أعلم كيف استطاع أن يكتسب كل تلك القوة. تنبعث منه حرارة ثانية. أظن أن طاقة كيفولا الكبيرة هي سبب حدوث هذا الشيء. طاقة كيفولا هي سبب ذلك؟ قوته الفائقة واستيقظت ثانية. هذا أمر رائع ويدعو إلى التفاؤل. لا شك في أنه بعد إيقاظ تلك القوة سيتمكن من هزيمتها. أشعر بحرق. هل كان اسم قوتك الجديدة القوة المقززة أم ماذا؟ بدأت أشعر بالحر، لكن هذا لا يؤثر علي. لنستهلك. لن أخسر أمامك. أخذت كيفولا شكل الساينز المذهل الثاني. لقد استاء الذين يستطيعون رفع مستوى قواهم في القتال. هيا زد قوتك يا هذا. بزيادتها تزداد. هذا قبل النزال، يبدو أن نزالهما سيحطم كل شيء ويجعله قطة. أبي وكيفولا؟ هذا يسمى جنونا. هل تقصد بكلامك أن أبي وكيفولا يتنافسان على زيادة قوتهما؟ نعم. مشكلة. أشعر بشعور ما أتخيل أنني أستطيع أن أدمر عالما بضربة واحدة يتدفق في أعماقي مزيد من الطاقة. على أبيك أن يوقفها قبل أن يشتد خطرها أكثر. ولكن أيستطيع ذلك؟ نعم، مهما بلغت قوتها فلن تصل إلى مستوى القوة. ما الأمر؟ هل وصلت إلى حدود قوتك؟ أيضاً لا مشكلة، أياً كان مستواك الآن فستخسر. بابك،